هانيه كيف فازت الجزائر على المغرب، هانيه والله تي هانيه، راه ما غايدنا والو، راه جزائريين اصلا بحال خوتنا، الا فازوا بالكاس بحال لا ما فزنا به حنا في الاحلام. جايبين لينا ديال مو بالليلي، طلق ليا ميك صاروخ، ضرب ديال مو مسحتش هذا الى البنغلاديش، طلق ليا غارديا ها في السماء خليه يدير ها دك دك جوار عنده ميك ماشي رجل، ديال مو طلق كره من السونتر. ارحمنا صاحبي انت مالك بالليلي، مالك اش بتسني في وانا كتجي تطلق علي رجلك، ارحمنا صاحبي. ابراهيمي ضرب ليا بيلانتي غير ما كسر صباعين الغارديا، مالك ما صاحبي، الله ياخذ فيك من الحق بن عياده ها الراس وقف ليا في الستاد هو وراسو كيخلع من عياده بنادم مغربي ها ايوا صاحبي غنتعصب، ولكن هاني الا فازت الجزائر بحال لا ما فزنا حنا في العالم موازي ولا في الاحلام ولا ما عرفتش شنو، دبرنا عليها. ولكن بالليلي الله ياخذ فيك الحق، ربي غيغفر للجميع الا انت ما غيغفر لكش بالليل. مبكي ليا 40 مليون مغربي ولا ما عرفتش ديال مواتنا حنا شحال من نسمه 12 مليون. يلا الجزائري راكد هاني انا ناي بيت كنبكي دايل على راسي في الستاد، الله ياخذ فيك الحق.